صراحة أنا وبيني وبين نادير حنا جوجنا باقي صغار وتربينا مع بعضياتنا، وكنعرف الحاجات اللي كيعجبو هو والحاجات اللي هو كيعرف الحاجات اللي كيعجبني أنا، وكنحاولوا نتجنبوا الحاجات اللي كيعصبوا ولا يعصبني أنا. الصراحة الإنسان نهار اللي قرر غيجوج يحس مراته أو راجله يحسوا بحال اللي العائلة ديالو، بحال الأم ديالك أو الأخ ديالك، وخا تعمل لك اللي عملت لك كتبقى ماماك وخاك وباباك. لهذا أي حاجة عنده الحل، وهذا الإنسان الصبر والاحترام والثقة.